ولنقاش بشأن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتصريحات وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين في واشنطن، معنا من هناك رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل الحساني. مرحبا بك معنا. أهلا بك. هل تعتقد أن ثمة تناقض في تصريحات حكومة الكاظمي التي تتحدث عن أهمية السيادة الوطنية للعراق وفي الوقت نفسه ترحب باستمرار وجود القوات الأمريكية في البلاد؟ نعم، تناقض واضح. الحكومة الكاظمي فاقدة للشرعية وتبحث عن شرعية مع الحكومات الخارجية، سواء كانت إقليمية أو مع الأمريكان أو مع الإيرانيين. حكومة الكاظمي لا تستطيع أن تثبت على موقف، وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية بصراحة، يعني تكلم بصراحة بأنه كانوا يلجؤون إلى الإيرانيين لوقف الجماعات الخارجة عن القانون، ولم يلجوا إلى الجهات الأمنية أو القضائية. كذلك أنه ملتزمين أو ساعين أو يترجون الإدارة الأمريكية لمعاونتهم على الحفاظ على منظومتهم أمام القوى الإرهابية، سواء كانت لداعش أو غير داعش. نعم. طيب، كيف أيضا يفسر دعوة الحكومة أكثر من مرة إلى خروج القوات الأمريكية بناء على مطالب الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران في العراق، واليوم تتحدث عن حاجة القوات الحكومية العراقية للقوات الأمريكية خاصة في الدعم الأمني واللوجستي؟ يعني كيف يمكن فهم هذه السياسة؟ الحكومة العراقية يعني هي ليست حكومة، وإنما أصحاب مصالح شخصية لسادات معروفة. وهذا البحث عن موضوع السيادة وعن الدعم الأمريكي كله كلام للإعلام وإنشائيات. الأمريكان موجودين لحماية ما تبقى من المنظومة حتى يتحدثون مع ناس يقدرون ينفذون لهم أجنداتهم. يعني معروفة كل الجهات الأمريكية تعرف أن الحكومة العراقية القيادات مشغولة بمصالحها، والأمريكان عندهم استراتيجية بالمنطقة ولا يمكن أن ينفذوها إلا من خلال إدارات وقيادات، وهم لحد الآن متعاونين مع مكاتب السفارة الأمريكية ينفذون كل ما يطلبون منهم يوميا، وهم على اتصال مباشر مع السفارة لتنفيذ كل السياسات اللي تقررها أمريكا للحفاظ على ما تبقى من العراق. نعم أستاذ حسان، أستاذ كامل حساني، السؤال اليوم عن الميليشيات، أين موقعها مما يجري؟ نحن نتكلم عن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، ونحن نعرف الميليشيات وقوتها في العراق، وهناك حالة تراخي في معالجة هذا الملف. لا يستطيع رئيس الحكومة الحالي ولا الذي قبله ولا الرئيس القادم أن يضبط حركة هذه الميليشيات التي تتعدى مستوى قوتها من الأسلحة الخفيفة إلى الدبابات والصواريخ والطائرات كما حصل في الاستعراض الأخير. يعني هذا مفهوم من الإدارة الأمريكية أنه مخدرات البلد في يد الميليشيات اللي يسموها خارج عن القانون. الحكومة العراقية تلجأ حتى يعني هذه الزيارة وهذا تسليط الضوء على قضية التحالف الاستراتيجي كلها كلام دعائي إعلامي لمحاولة ضخ حقنة رسمية للحكومة العراقية التي فقدت السيطرة على الوضع الداخلي كامل. هذا هو الجاري، والميليشيات وضعها صعب ومعقد، ولا يمكن أن تعالجها لا الإدارة الاتحادية الوطنية في العراق ولا الحكومة الأمريكية. بدليل أمس الأول يعني الرئيس الحشد الشعبي فالح الفياض هو اللي حذر الممثلية الأممية من التدخل بالشأن العراقي لأنه مثل بعض الميليشيات الإجرامية التابعة للحشد. نعم، نحن نعم الإدارة الأمريكية اليوم برئاسة جو بايدن، ومن المعروف أن هذا الرجل كان لديه مشروع لتقسيم العراق إلى ثلاث دول،
وأنه زار العراق أكثر من 40 مرة، ونحن نتكلم الآن عن إدارة بقيت بعض القوات لها في العراق. ماذا تريد واشنطن تحديدا الآن من العراق؟ ما السياسة التي تتبعها الآن مع العراق؟ هذا سؤال مهم جدا. يعني أنقل لك عن ميت رومني اللي هو واحد من القيادات الريبابليكان الجمهوريين، اللي سأل أحد الصحفيين هنا في واشنطن أنه لماذا لم تصادقوا على قانون إلغاء التخويل للرئيس الأمريكي باستخدام القوة في العراق مثل ما مرر مجلس النواب، لماذا مجلس الشيوخ لم يصادق على هذا الإلغاء؟ قال بالصريح العبارة: لم نأتي ماذا يجري لإدارة بايدن، ماذا يريدون من العراق، ماذا يريدون في الشرق الأوسط. لم تتوضح سياسة بايدن لحد الآن فيما يتعلق بحاضر ومستقبل العراق والمنطقة. والكل يسأل هذا السؤال ولا إجابة. لا إجابة على هذا السؤال. نعم، شكرا لك سيد كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، كنت معنا من واشنطن.